في هذا التوجه التشرف المنفتح فإننا لن ندخل نظر مقدرة بيشوف عندنا هذه اللي بتمنيت من يصير يكون ثلاثة عشر وثلاثة. وما يجري في سوريا الشقيقة أمر محزن جدا لنا جميعا، ولا يمكن لنا أن نقبل أن يقتل الناس بالشكل الذي يجري هناك دون أن نتحرك لوقف نزيف الدم. أمة عربية متشددة تنصت عن قرب. كما أننا نطلب في نفس الإطار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من التوقيع الفوري على المبادرة الخليجية العربية ودون إبطاء.